السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن comparison of adjectives، مقارنة الصفات. مثل اللغة العربية، فلان مثل طول فلان، يعني له نفس الطول. فلان هو الأطول في هذه المجموعة. أيضا باللغة الإنجليزية لديهم مقارنة بين شخصين، بين شيئين، بين مجموعتين. لاحظ هذه الأمثلة. He is as tall as Mary. يعني هو يكون بطول ماري، يعني لهم نفس الطول. He is taller than Mary. He is the tallest one in the class. يعني هو الشخص الأطول في الصف. لاحظ بهذه الأمثلة الثلاثة عندنا نقارن بين شخصين. إذا يكون عندنا دائما مقارنة شخصين نقارن بيناتهم أو شيئين. نستخدم الأداة as إذا كان نفس الشيء أو متساوية الصفة. نستخدم بيناتهم adjective الصفة التي أريد أن أقارن بها. he وماري طرفي المقارنة اللي قارن بيناتهم. as أداة المقارنة. tall the adjective الصفة. طبعا راح نشرح بشكل مفصل كل حالة على حدة، لكن نتكلم بشكل عام. He is taller than Mary. أيضا هي كما قلنا طرفي المقارنة he and Mary. tall adjective الصفة، نختصرها ثلاث حروف، أول ثلاث حروف نضيف لها ER، بعدين عندنا than حرف الجر. بعد صار عندنا التركيب الثاني الصفة نضيف لها ER، أصبحت ER هي أداة المقارنة، يعني ساعدنا على المقارنة. مثل as than حرف الجر. he is the tallest one in the class. التركيب الآخر نستخدم the الصفة ونضيف لها est. إذا كان مثل في الصف، صف غير عاقل نستخدم in. إذا كان ناس نستخدم، إذا كان مثل كلمة class نستبدلها بكلمة people، لا نستخدم in people، نستخدم of people. راح نشرح كل حالة على حدة. أول صيغة من صيغ المقارنة نسميها positive degree، يعني تكون درجة إيجابية نسميها، أو نسميها equal إذن المتساوية، or negative degree يعني الدرجة السلبية unequal يعني غير متساوي. إذن هذه يساوي، وضعنا بالشكل هذا لا يساوي unequal. أحمد is as fat as سامر. شكل هالمقارنة هذه راح يكون as، نستخدم adjective بعدين as. طبعا الحروف هذه هي اختصار ل adjective. adjective باللغة الإنجليزية، بالعربي صفة. نلاحظ أول ثلاث حروف يختصرونها. إذا بشكل سهل، أول أضع الطرف الأول بالمقارنة، الطرف الثاني مقارن بين شخصين، معناته كفتي ميزان. لازم بيكون عندنا فعل بالجملة. إذا لم يكن هناك فعل واضح كما قلنا سابقا، يأكل يشرب ينام، معناته يكون عندنا فعل كون. أحمد هي، معناته نستخدم فعل كون is، يعني أحمد يكون. وعندنا سامر ما سوت شيء، سهل بس أضع as، أيضا as بالوسط أضع adjective الصفة، استخدم tall fat small وهكذا من الصفات. أحمد أو أحمد is as fat as سامر، يعني أحمد يكون بسمن سامر، يعني لهم نفس السمن. أحمد is as tall as سامر، يعني أحمد يكون بنفس طول سامر على حسب الصفة اللي أضعها. إذا سهل بس أضع as أضع صفة بيناتهم. هذا الشكل الأول إذا كان إيجابي. إذا كان negative أو unequal يعني غير متساوي، أستخدم not، يعني بعد فعل يكون not، أو أستخدم less، less أقل. بعدها أستخدم أيضا as ممكن أستخدم as أو so نفس الشيء، يعني ما جبت شيء جديد، نفسه as adjective as قبلها وضعت not، أكيد عشان فيها not، أو وضع less تصبح أحمد is. الحالة الأولى شوف بالشكل هذا نفس الحالة الأولى تماما، أحمد is not as fat as سامر، يعني أحمد لا يكون بسمن سامر. أو أحمد is not so fat as سامر، ممكن تستخدم as أو so. ممكن أحذف not أستخدم less. أحمد is less
as fat as سامر، يعني أحمد يكون أقل من سمن سامر. إذا الحالة الأولى نستخدم as نضع adjective طرفي المقارنة وضع فعل الكون. إذا كان إيجابي نسميه positive degree، إذا كان سلبي negative degree. إذا الحالة الأولى إذا كان متساوي أو غير متساوي. الشكل الثاني مقارنة الصفات نسميه comparative degree، يعني مقارنة الدرجة الثانية. يعني يكون أيضا عندنا من اسم المقارنة معناته نقارن شيئين أو شخصين، واحد يكون أكثر من الثاني. نستخدم هذا الحالة adjective كما قلنا صفة، إذا هذه الصفة مختصرة adjective، نأخذ أول ثلاث حروف نضيف لها er بعدين then حرف الجر. نسمي er هي أداة المقارنة. بالحالة الأولى إذا تذكرون أخذنا as adjective as هي أداة المقارنة. بالحالة الثانية er هي تكون أداة المقارنة بشكل سهل، مثلا فلان أطول من فلان، فلان أقصر من فلان، وهكذا. نشوف المثال الأول، أحمد is taller than سامر، يعني أحمد يكون أطول من سامر. إذا الحالة الأولى أخذناها كفة الميزان متساوية في بالانس، إذا توازن. الحالة الثانية بيكون أكثر أو يكون أقل. أحمد is taller than سامر، يعني أحمد يكون أطول من سامر. لاحظ استخدمنا adjective الصفة ضفنا لها er بعدين دائما نستخدم حرف الجر than، دائما بالمقارنة بيكون حرف الجر than، لا نقول taller of أو taller in، إذن دائما بعد er نستخدم than. أحمد is taller than سامر، أيضا أحمد وسامر هما طرفي المقارنة، لازم استخدم فعل بالجملة فعل كون. أيضا عدنا الصفة وضيف لها er، إذا نفترض الشكل هذا adjective er than. Mary is more beautiful than سوزان، ننتبه أيضا ماري طرف مقارنة أول، سوزان طرف مقارنة ثانية، أيضا فعل كون لأنه عدنا هي وشوات نستخدم is. لاحظ أيضا استخدمنا than نفسها، التغير هنا استخدمنا more بدل er more. إذا كانت الصفة مكون من أكثر مقطع لفظ واحد عندئذ نستخدم more. هنا لاحظ beautiful إذا كلمة ما نلفظها مرة واحدة، مثل tall إذا مقطع قصير. إذا كان أكثر مقطع صوتي عندئذ نستخدم more beautiful than. يعني برأيكم نستطيع أن نقول beautiful إذا نصير صعب إضافنا er، يعني beautiful صعب إضافنا er. سووا يعني ذول الإنجليز طريقة بدل الـ er يستخدمون more beautiful، يعني أكثر جمالا من، يعني ماري تكون أكثر جمالا من سوزان. إذا نحفظ التركيبات، إذا كان مقطع قصير يعني مقطع لفظ واحد نستخدم الصفة مثل er than، إذا كان مقطع مقطعين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا نستخدم بدل er نضع قبل الصفة more. Mike is healthier than John، لاحظ مايك وجون أيضا طرفي مقارنة، أيضا عندنا فعل كون is يكون، عندنا الصفة healthy نعرف health صحة، healthy يجمعته معافى صحي وهكذا، healthy food طعام صحي، healthy معافى أو سليم يعني جسمه سليم. Mike is healthier than John، يعني مايك معافى أكثر من جون أو سليم يعني جسمه سليم أكثر من جون. لاحظ الصفة منتهية بواي قبل حرف ساكن، عندئذ نحذف الواي ونضيف اي اي ار healthier، اذا حذفنا الواي وضعنا عنها اي ونضيف اي ار. مايك از healthier than جون. طبعا كمان نعلم الاحرف الصوتية 26 حرف 21 consonant يعني احرف ساكنة 5 vowel letters. الفاول letters قلنا او دروس سابقة، الاي الاي اليو والاي، اذا اي او يو اي اي عشان تكون عندنا سهل الحفظ. اذا كان واي قبل حرف ساكن نقب الواي الى اي ونضيف اي ار. اذا مايك از هيلثير ذان جون، لا نستطيع ان نكتب مثل هيلثي مباشره نضيف اي ار، يعني وضعنا الاي عشان سهوله اللفظ هيلثير. اذا نستبدل الواي باي ونضيف اي ار. اذا الحاله الثانيه من المقارنه نسميها كومباراتيف ديجري، نضيف adjective er than، اذا كان مقطع لفظ واحد، اذا كان مقطع
مقطعين او اكثر بدل اي ار استخدم مور واستخدم ذان. ننتبه اي ار نسميها اداه المقارنه، مور ايضا اداه المقارنه، اذا كلمه منتهيه او صفه منتهيه بواي قبل حرف ساكن نقبل الواي الى اي ونضيف اي ار. الحاله الثالثه من المقارنه نسميها ذا سوبرلاتيف ديجري، يعني المقارنه الدرجه الثالثه او المقارنه القصوى، اكثر شيء يعني يكون بمجموعه. هذه الحاله المقارنه الاولى قارنا شيء بشيء، شخص بشخص. الحاله الثانيه نفس الشيء. الحاله الاخرى بيكون عندنا جروب، هذه الاخيره بيكون عندنا جروب شيء او شخص مميز فيها. كيف شكل المقارنه؟ هاي راح يكون عندنا ذا وادجكتيف الصفه اضيف لها اي اس تي فقط، الصفه اضع قبلها ذا لازم، بعدها اي اس تي. اذا كان في شيء استخدم حرف الجر ان، مثل هنا in the city. اذا كان اشخاص استخدم حرف الجر of his family. لاحظ family عائلة نستخدم of، city شيء نستخدم in، سهل. لاحظ Mary is the tallest one in the city، يعني Mary هي او تكون الشخص الاطول الاكثر طولا في المدينة. معناته هاي صار عندنا هذه الدائرة هي عبارة عن ست المدينة، والشيء المميز بالمدينة هاي انه ماري هي الاكثر طولا. معناته استخدم مقارنة الدرجة الثالثة، ماري از ذا تولست وان ان ذا سيتي، في المدينة. لاحظ ماري هو الشيء المميز، ذا سيتي هي المجموعة. كيف شكل المقارنة؟ نضع ذا، لاحظ الصفة تول، وضيف لها اي اس تي، وعندنا سيتي شيء معناته استخدم حرف الجر ان. ذاتس ات. Mary is the tallest one in the city. Mary هي الشخص الأطول في المدينة. الحالة الثانية كما بالحالة الأولى، إذا كان مقطع صوتي واحد نضع EST. إذا كان لاحظ attractive أكثر من مقطع صوتي واحد، لا أستطيع أن أقول the attractivist، يعني صعب أضيف لها EST. صير صعب attractivist. عندئذ بالحالة الأولى بالمقارنة الدرجة الثانية استخدمنا more. بالمقارنة الدرجة الثالثة نستخدم most، يعني الأكثر attractive جذاب، most attractive الأكثر جاذبية. أحمد is the most attractive one of his family، يعني أحمد يكون الشخص الأكثر جاذبية في عائلته أو بين عائلته. إذا لا نضيف، انتبه إذا كان أكثر مقطع صوتي واحد للصفة لا نضع EST، نستخدم بدل الاست نستخدم most. هنا اشخاص نستخدم حرف الجر of. طيب اذا نريد ان نقول الاقل جاذبيه بدل most نستخدم least. That's it. يعني احمد is the least attractive، يعني احمد يكون الاقل جاذبيه في عائلته. most الاكثر، least الاقل. بالحاله الاولى استخدمنا more اكثر، less اقل. regular forms أشكال شاذة، يعني صفات بتكون شاذة. عندنا far بعيد، لا نكتب farer نضيف ER مباشرة، تتغير far further than أو further than، يعني نضع U أو نضع A. لا نكتب farer further than further than the furthest the furthest. إذا furthest الأكثر بعدا، the farthest أيضا الأكثر بعدا. الحالة الثانية good تصبح better أفضل، the best الأفضل. لا نقول gooder لأن حالة شاذة، تصبح better the best، يعني عندما نضيف ER تصبح better the best. bad لا نقول badder، نستخدم worse than أسوأ من the worst الأكثر سوءا أو الأسوأ. الأسوأ little قليل، less than أقل من، إذا نستخدم less مقارنة. the least الأقل. much many طبعا نعرف much مع الغير معدود uncountable، many مع المعدود، نستخدم بدل عنها more than أكثر من، the most الأكثر. لاحظ much many more the most، لأن يجب أن نحفظهم بصم. old
older than يعني أكبر عمرا من the oldest ضفنا est أو نستخدم eldest بدل ال o نستخدم e oldest eldest than إذا far good bad little much many old إذا يجب أن نحفظ هذه الأشكال. لاحظ نتعلم بعض الأشياء بتهجية كيف أكتب الكلمة عند إضافة e r و est. عندنا big hot لاحظ حرف ساكن بالأخير قبله حرف صوتي عندئذ نضاعف الحرف الساكن الأخير لا نكتب bigger على طول أضيف er يجب أن نضاعف حرف الجي big bigger أيضا biggest hot hotter hottest حار أكثر حرارة the hottest الأكثر حرارة أيضا إذا كان كما قلنا y قبل حرف ساكن نقلب الواي إلى I ونضيف ER أو EST Angry غاضب Angrier أكثر غضب Angriest الأكثر غضبا Happy سعيد Happier أسعد Happiest الأكثر سعادة إذن Y قبل حرف ساكن نقلب الواي إلى I ونضيف ER الحالة الأخيرة إذا كان الكلمة منتهى يعني الصفة منتهى بـ E نحذف الـ E ونضيف ER ونضيف EST pure نقي purer أكثر نقاء purest الأكثر نقاء wise حكيم wiser أكثر حكمة wisest الأكثر حكمة. بهذا الشكل تكلمنا عن كيف أقارن الصفات باللغة الإنجليزية. عندنا ثلاث أنواع كما قلنا عندنا positive degree أو negative degree negative degree comparative degree superlative degree كما قلنا نقارن شيئين أو شخصين الحالة الأخيرة بيكون عندنا مجموعة شخص مميز فيها. أخذنا أيضا بعض الملاحظات اللي تساعدنا على الكتابة والتحدث بشكل صحيح عند استخدام المقارنة للصفات. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.